سلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا كما وعدتكم كونفيتير ديال الليمون. عندنا هنا البنات كيلو ديال الليمون اللي كنغسلوه مزيان وكنبيتوه البنات في الكونجيلاتور في بلاصه في الثلج يصبح قاصح بحال هكذا. وعندنا كيلو ديال السنيده. وعندي البنات انا غنخدموا بهذه الاله باش تسهل عليا، والبنات اللي ما عند كيتوفروش على هاد الاله غنخدموا بهادي، غنحكو بهادي صافي. وعندنا البنات الطنجره كي تنقول لكم والعود الخشب باش غادي نخدمو، وحنا ان شاء الله غادي نتلاقاو مع بعضياتنا البنات نخدمو الكونفيتير ديالنا. راه بهاد الطريقه البنات اللي قلت لكم ديال الليمون كيكون متلج، كيكون متلج البنات كيجي هاد الليمون رائع، ما كتبقاش فيه ديك المروره اللي كانت فيه. وحنا ملي كنحكوها البنات كنحيدو دوك العظيمات كاملين، اللي اي عظيم داز لينا كنزولوهم كنحيدوهم، وكيجي كنستافدو من القشره مليئه بالفيتامين سي وكنستافدو من الليمون. جربوا البنات هاد الطريقه، انا كنت كندير الطريقه الاخرى اللي كنقي ونحيد ليه، ولكن ملي درت تعلمت لهاد الطريقه ودرتها يعني كيجي واحد الكونفيتير رائع جدا جدا. غناخذوا هاد السنيده ديالنا نحيدوها من الطريق غنديروها في الطنجره. كيلو ديال سنيده كنكرر. وبالنسبه للبنات اللي ما كيتوفروش على هاد الاله غنحكو بهادي. كنشدو الليمون واخا بارد غنتحملو شي شويه وكنحكوه، هي كتكون تاشم الخدمه كنحكو بهاد الشكل البنات كيدوز كامل بالقشره الليمون وكلشي. حاز البنات هادي باش يبان ليكم، كنشدو الليمون راه متلجه البنات حجره وكنحكوها. اللي مكيتحملش البروده البنات يدير شي ليكا يشد بها باش تطالو البروده ديالك. حنا كنعرفو البنات القشره ديال الليمون الفيتامينات اللي كيكونو فيها، ملي كنديرو سبحان الله البنات كنبيتو في الفريغو ديك الجهد ديال المروره ما كيبقاش فيها، بحال ديك بحال كتحرقو ديك الثلج اللي كانت اللي كنديرو فيه. غنوريكم البنات انا غنكمل بالاله. شوفوا البنات اللي كيجي ملي كنحكوه بهذا الشكل. البنات انا خديت واحد الموش شويه ماضي كبير ما لاحظتو، هو اللي غنقطع به الليمون ديالي باش يسهل ليا. كنقطع به البنات الموس كنقطع به الى لاحظتو باش يسهل عليا ندخلهم هنايا البنات، لان ما عنديش كي ندير ندخلهم هكا، غير كنسهل عليا الخدمه. ونتلاقاو البنات من بعد ملي نقطع هادشي كامل نتلاقاو. البنات انا هاد الموس رقيق ماضي خدم ليا احسن من داك الكبير. شوفوا البنات واخا متلجه كيقطعها. دابا البنات غنوريكم كيفاش وعاد كيفاش كنخدمها انا. تلقاو البنات باش ما نطولش ليكم تنطحن كلشي ان شاء الله. البنات غنوريكم واحد الحاجه، دابا الليمونه ديالنا ملي خرجناها بقات وحنا كنخدموا الاخرين. شوفوا هادو كيديروا الثلج الا لاحظتوا، شوفوا الثلج حيت متلجين وكيعذبونا باش نقطعوهم. غنشدوها بوحده بوحده غنديها نلقيها للروبيني الماء وغنجيبها نخدمها. كيكون باش البنات كيكون الماء تكون الثلج تكون فيها غير برا ماشي لداخل صافي. كنجيبها كنهانسوها البنات راه واخا متلجه كيدوز في هذا الموس ماضي يدوز بسهوله الا انتبهتوا. شوفوا الداخل ديالها كي داير راه حجره
ولكن هذا الموسم الماضي ها نتوما البنات كيدوز فيها، كنسهل على الماكينه. وانا قلت لكم نتوما البنات اللي ما عندهاش الماكينه غتصبر وتحكها بديك الحكاكه، راه كيجي كونفيتير واعر. ملي كنديرو بحال هكا البنات لا بانت لنا بحال هكا شي كنحيدوها بحال دابا هنا هي كانت هي طاحت غنحيدها صافي وكنكمل البنات حتى كنطحن كلشي وغنتلاقاو عاوتاني باش نوريكم. بحال دابا هنا البنات هي كنحيدها ونتلاقاو البنات. البنات ها الليمون ديالنا طحناه كامل، كنجيب واحد الفرشيطه وكنقلبو تبان لينا شي 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 عظيم باش ما يطلقش لينا المروره كنحيدوه. البنات عرفتي غنقول لكم واحد النصيحه، الوقت اللي كيكون داك النافيل الكبير اللي ما فيهش العظم والله العظيم البنات الا كيجي فيه كيحمق، ديك الوقيته استغلوه وصايبوها البنات، يكون عنده قشره غليظه وتيكون هو الداخل ديالو ما فيهش كاع العظم ديك ديك الليمون. اصلا البنات ملي كنت كنقطع انا ملي كانت كتبان لي شي حاجه شي عظيم كنحيدو. دابا البنات عندي الصفار في الكميله ديالي، غادي ندير هاد الليمون غنشعل عليه قاعده غنبقى نقابله كنحرك، وغنزيد عليها البنات واحد غنزيد عليه العصير ديال واحد الحامضه باش كيجينا من السم بالحامض. نشعل عليها البنات الاولى البنات كندير البوطه شويه مجهده غير كيغلى كنقص. دابا نعصر واحد الحامضه البنات وغادي ان شاء الله نعاودو نتلاقاو. البنات حنا غنديرو عصرنا واحد الحامضه وغنزيدوها على هذا الليمون ديالنا صافي، وغنبداو نحركو كيبقى عايده تما يطيب. البنات ها الكونفيتير ديال الليمون ديالنا طلق الماء ديالو، حنا كنبقاو البنات كنحركو كل مره غنوريكم البنات كل مرحله بدا كيتغير غنوريكم حتى نساليو بحال كيما درنا لي كونفيتير الاخرين. اللي ما تفرش في الكونفيتير الاخر ولا شي حاجه وصادف هذا يشوف، اما نتوما اللي تفرشتو دابا البنات كنظن عندكم فكره. كنديرو داك الحامضه البنات راه كنديروه لجوج حاجات، منه هو راه معقم وفي نفس الوقت البنات كيهرس لينا الحلاوه ديال السكر وكيريقل كيخرج لينا النسمه ديال الفاكهه اللي كنديرو ايا كانت الفاكهه، كان ليمون كان تفاح كان بوعويد كان فريز اي حاجه، ديك الحامض كيخرج لينا النكهه ديال ديك الفاكهه اللي كاينه. ونتلاقاو البنات. شوفوا هو دابا بدا كيدير الكشكوشه على لاحظتوا، وغنديرو ليه العافيه متوسطه ونخليه يطيب على خاطرو تيتعسل. وحنا مع بعضياتنا البنات كل مرحله غنوريكم، وانا واقفه حداه ما كنغفلش عليها البنات باش مي ساعه ساعه كنحرك ما كنعرفو السكر في ساعه كيبدا يلصق صافي. وحنا عاوتاني كل مرحله غنوريكم شويه نوصلوا للمرحله الاخيره. البنات شتو بدا كيعقد لينا والعافيه البنات ميله للخر ديالها وكنخليوه يطيب. بعد لكم الكاميرا على البخار
البنات الكوفيتير ديالنا باقي له شويه، اللي بغاه جاري البنات يخليه بحال هكا، اللي كيبغيه عاقد يتسنى عليه شويه عاد يطفي. كيبان لكم البنات انا غنتسنى عليه شويه البنات وغنعاود نوري لكم انا كيفاش كنبغي. والبنات الى عجبكم هذا الشيء كما كنقول دائما تابونا وديروا لي لايك بارطاجيو عطوني لي كومونتير زوينين وشجعوني باش نزيد بالقناه ديالي القدام، وشكرا لكم البنات. الكونفيتير ديالي وجد، شوفوا البنات ملي كنحركوا الصوت اللي كيدير. دابا البنات غنطفي عليه ونخليه يبرد شويه ونعمرو في القرا. ديما تنقول لكم الطريقه اللي قلت لكم ديك النهار البنات، الا كنتو غتخزنوه مده طويله كتعمرو في قراعي كيتسدو مزيان يكونوا معقمين، وكتكفيهم على فمهم كتسدو ديروه سخون كتخليوه غير شويه يهبى ما يبقاش طايب، وكتعمرو كتكفيهم على فمهم وتخليهم واحد القنيط حتى كيبردو كتخبيهم واخا غير فين ما خبيتيهم كيبقاو. الا كنتي غتستهلكيه عندك الوليدات اللي كياكلو وعندك الاقبال عليه ديري في قرعات عاديين وديري في الثلاجه. اصلا حنا دابا كنديرو غير كميات صغيره دابا هذا انا عندي يستهلك هذا الشهير ان شاء الله وبصحه والراحه. ونتشوفوا ان شاء الله ملي غنعمروا في القرعه نوريكم النتيجه النهائيه. نخليه يبرد شويه البنات. الكونفيتير ديالنا وجد باقي سخون، غنعمروا في القرعه بحال القاعده. حقا البنات انا كيعجبني نعمرو في قريعات صغار باش كنبقى نجبد قريعه كنخدمها حتى كتخون نجبد الاخرى. دابا ما توفروش ليا البنات القريعات الصغار، عندي عندي غير هادي، عندي هادي شويه كبيره، داكشي اللي بقى غنعمرو هنا تنخرج ونجيب نشري قريعات صغار الساعه ونردو ليهم. المهم دابا خصني نخوي من هنايا. كنتمنى تكون الصوره واضحه لكم البنات، شوفوا الشكل ديالو البنات مازال غيبرد البنات وكيتعلق وكيجي رائع. حتى البنه ديالو البنات كتجي زوينه. جربوا جربوا البنات ما تعجزوش وردوا عليا الخبر. شوفوا البنات هاد القرعه راه كبيره، واخا كتبان لكم البنات كتبان لكم في التصويره صغيره، راه القرعه كبيره. شوفوا تبارك الله شحال عطا كيلو د الليمون البنات، كيلو د السكر. ضربوا لي البنات الحسبه غادي تعرفوا شحال اقتصادي. شوف هو الليمون اللي كنشري، نمشي نشري الكونفيتير د الليمون راه غاليه البنات. عندك الليمون والفريز هما تيكونوا غاليين، والبوعويد حتى تاع التفاح غالي. اللي رخص شويه فيهم البنات هو ديال الكشماش. دابا البنات ها هو الكونفيتير ديالنا بالصحة والراحة. شوفوا البنات ما أجمله، وهذه هي اللي غن إن شاء الله ناكلوها، راه عطا كمية تبارك الله لا بأس بها. وبالصحة والراحة البنات.